جماعة الحوثي تمكنت من ضرب عمق إسرائيل بهجوم صاروخي مفاجئ، لم تتمكن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية من صد هذا الهجوم. الاعتراف بالكامل كان قادما من قبل الجيش الإسرائيلي، والمزيد من التفاصيل نشرت من التايمز أوف إسرائيل وجروزلم بوست. الذي جرى هنا بأن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا من مناطق سيطرتها باتجاه إسرائيل، قطع هذا الصاروخ مسافة ما يقارب الأكثر من 1800 كيلومتر، والهدف الأساسي هي إيلات. عدى هذا الصاروخ جميع المنظومات الدفاعية المنتشرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، وتمكن من ضرب شمال إيلات. وهذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها جماعة الحوثي من تحقيق ضربة مباشرة على إسرائيل بهجوم بهذا الشكل منذ التصعيد الذي بدأت به جماعة الحوثي منذ نوفمبر العام الماضي حتى يومنا هذا. أطلقت هذه الجماعة العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إيلات، ولكنها كلها أسقطت من قبل المنظومات الدفاعية المنتشرة في المنطقة، ولم تتمكن من تحقيق أي إصابة مباشرة. لكننا اليوم نتحدث عن إصابة واضحة من قبل هذه الجماعة واعتراف من إسرائيل. والذي جرى هنا أن الجماعة في حقيقة الأمر استخدمت صاروخ كروز موجه، وهذا النوع من الصواريخ هو قادر على المناورة بشكل عال، بالإضافة إلى أنه قادر على التخفي من المنظومات الرادارية. وهذا الصاروخ أطلق فوق البحر الأحمر وتمكن من تعدي جميع المدمرات الموجودة والمنتشرة في البحر الأحمر على مستوى الراداري أو حتى على مستوى التصدي لهذا الصاروخ، وتمكن في نهاية المطاف من الوصول إلى هدفه وتحقيق هذه الضربة في شمال إيلات. وهذا الاستهداف هو تم في حقيقة الأمر بحسب هذه التفاصيل في الثلاثة أيام الماضية، أي الأحد الماضي في 17 من هذا الشهر. وكان هنالك مقطع فيديو مصور نشرته الأوساط الإسرائيلية توضح أن هنالك شيء ما ضرب إيلات، وهذا الانفجار جاء بهذا الشكل كما تلاحظون. ولم يعرف أحدا تفاصيل ما جرى، ولكن يبدو الآن نعرف تماما ما الذي جرى هنا مع الأنباء عن أن صاروخ كروز جاء من جماعة الحوثي هو الذي حقق هذه الضربة. الجيش الإسرائيلي بشكل عام قال بأن الصاروخ رغم أنه تمكن من ضرب إيلات إلا أنه لم يحقق أي أضرار تذكر، وبأنه سقط في منطقة مفتوحة. وقد تكون إحدى أسباب سقوط هذا الصاروخ في منطقة مفتوحة في إيلات هو التشويش العالي، الجي بي اس جامع التي تفرضه إسرائيل على إيلات تحديدا، لأنها دائما تستهدف من قبل جماعة الحوثي، من قبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا. وعلى هذا الأساس ترى باللون الأحمر، هذا يوضح تشويش عالي للغاية من أجل وضع خلل أو استهداف إشارة الجي بي اس الخاصة بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. وبالتالي مثل هذا التشويش يجعل هذا الصاروخ أعمى تماما بمجرد دخوله بهذه المنطقة الحمراء، وبالتالي سقط بهذه المنطقة المفتوحة. لكن هذا الصاروخ تعدى منظومات دفاعية مهمة لدى إسرائيل. لدى إسرائيل على سبيل المثال لكي تتصدى للصواريخ الكروز مثل الصواريخ المجنحة التي نتحدث عنها، ممكن أن تتصدى لها بالطائرات الحربية أو بمنظومة مقلاع داود ديفيد سلينج، بالإضافة إلى منظومات أو منظومة القبة الحديدية. بالتالي هنالك لايرز، هنالك طبقات من الدفاعات الخاصة بإسرائيل. أولا يجب أن يتعدى الطائرات ويتعدى منظومة ديفيد سلينج، وبعد ذلك يصل كآخر حل بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن يتصدى لها بالقبة الحديدية، عدا طبعا المدمرات والقوة البحرية المنتشرة في البحر الأحمر وخليج العقبة من أجل التصدي لهذه الصواريخ. وما هو مثير بهذه المسألة بأن منظومة ديفيد سلينج أو مقلاع داود المتخصصة في سد صواريخ الكروز المتوسطة وبعيدة المدى بحسب جيروزلم بوست لم يتم استخدامها في إيلات نهائيا. وأيضا يجب أن ننتبه أن منظومة السهم الإسرائيلية المنتشرة في تلك المنطقة هي متخصصة في التصدي للصواريخ البالستية، وهي غير قادرة على التصدي لصواريخ الكروز. ويبدو بأن جماعة الحوثي استغلت هذا الفراغ وقامت بمناورة كبيرة بهذا الصاروخ لتحقق هذه الضربة التي نتحدث عنها. وجماعة الحوثي مستمرة بالضغط المباشر على إيلات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وهم الآن بدأوا
بدأوا يستخدمون صواريخ الكروز بشكل مكثف. العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي كان قد ذكر يوم أمس بأن كان هنالك استهدافا بالصواريخ المجنحة على أم الرشراش جنوبي فلسطين، يقصد هنا طبعا إيلات في إسرائيل. لاحظ أنهم استخدموا وأطلقوا عدد من الصواريخ المجنحة لأنهم رأوا بأن هنالك استهدافا ناجحا وواضحا. وجماعة الحوثي أيضا استهدفت سفينة أخرى وهي سفينة مادو أيضا التي قالوا بأنها أمريكية، ولكنها في حقيقة الأمر بريطانية. لم تتأثر هذه السفينة بحسب هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، لكن كان الاستهداف خطيرا باتجاه هذه السفينة. وبشكل عام جماعة الحوثي الآن تضغط في كل اتجاه وفي كل مكان وعلى ميناء إيلات لأنها ترى أن هنالك نتائجا وأضرارا حقيقية على إسرائيل. على سبيل المثال اليوم التايمز أوف إسرائيل نقلت الآتي، نقلت بأن ميناء إيلات يعتزم تسريح نصف موظفيه بسبب هجمات الحوثيين التي تعيق تجارة الشحن. لاحظ الضرر الحاضر على إيلات بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، والتصعيد الذي يقوم به وتقوم به جماعة الحوثي هو لا يأتي من فراغ أبدا، هو يأتي أيضا متزامنا مع إعلان جماعة الحوثي بأنها لن تكتفي بهجماتها في خليج عدن أو على البحر الأحمر لمحاصرة مضيق باب المندب أو حتى الهجمات التي تأتي على إسرائيل على إيلات على سبيل المثال، لكنهم تحدثوا مؤخرا بأنهم سيقومون بتوسيع هجماتهم باتجاه خط الشحن البديل المتجه إلى رأس الرجاء الصالح وإلى المحيط الهندي كذلك. وهذا يفتح أبوابا لجماعة الحوثي مع المديات التي تحققها مثل الصاروخ الذي انطلق باتجاه إيلات على سبيل المثال 1800 كيلومتر و2000 كيلومتر بحسب العديد من الخبراء. هم قادرين على ضرب بحر العرب وبالتالي التأثير حتى على أي سفينة ممكن أن تكون قادمة إلى مضيق هرمز. بالتالي هذه الجماعة تصعد بشكل هائل في ظل عدم وجود أي هدنة متحققة في قطاع غزة، عدم وجود أي تصعيد مقابل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية ضد جماعة الحوثي لردعها من التصعيد والهجمات وتوسيع الهجمات بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، أو أي ضغط من الأوروبيين أو الأمريكيين على إيران لتقوم إيران على سبيل المثال الضغط على الحوثيين ليخففوا من طبيعة هذه الهجمات على أقل تقدير. وعلى سبيل المثال الشهر الماضي كانت هنالك رسالة أوروبية قادمة من عدد من الدول المهمة مثل فرنسا ألمانيا وهولندا وخمس دول أخرى. هذه الدول أرسلت رسالة إلى جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، طلب منه أن يكون هنالك فضل للعقوبات على إيران بسبب أنها توفر الكثير والكثير من الأسلحة لفصائلها المسلحة في المنطقة من أجل القيام بكل هذه الهجمات التي نتحدث عنها من ضمنها جماعة الحوثي. بالتالي قالوا يجب أن نفرض عقوبات على إيران بسبب نقل السلاح في الشرق الأوسط، لكن جوزيف بوريل بحسب ما نقلته الوول ستريت جورنال أكدت بأنه رفض هذه المسألة ووقف ضد هذا الإجراء لأنه يرى بأنه سيؤثر، هذا الإجراء سيؤثر تماما على كل الجهود الدبلوماسية مع إيران، لكن لم يذكر ما هي هذه الجهود الدبلوماسية. طبعا فيها إشارة واضحة لما ممكن أن تقوم به إيران على المستوى النووي، اقتربت كثيرا من الوصول للقنبلة النووية، وهذا أمر هو يخيف أوروبا بأكملها. بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك تفاصيلا تم تداولها بأن هنالك نقاشات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومباحثات سرية وغير معلنة بين الولايات المتحدة وبين إيران لتخفيف التصعيد الموجود في منطقة الشرق الأوسط من قبل الفصائل المسلحة المقربة طبعا من إيران. The National هي التي ذكرت طبيعة هذه المحادثات وبأن هنالك شيئا قد تحقق في حقيقة الأمر في العراق، وعلى هذا الأساس بما أن هنالك هدوء في العراق يريدون من خلال هذه المحادثات أن ينتشر السلام نوعا ما، أن يكون هنالك ترتيبا جديدا من إيران لكي تلعب دورا في تهدئة هذه المنطقة. ومن ضمن الأطراف التي تبحث الولايات المتحدة الأمريكية أن تهدئ هذه وهذا التصعيد هي جماعة الحوثي التي نتحدث عنها اليوم، إلى درجة إلى أن مصدر لبناني مقرب من جماعة حزب الله ذكر الآتي: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تظهر استعدادا لكسب الإيرانيين في هذه الفترة الحساسة من الحرب بغزة مع قرع طبول الحرب الانتخابية في الولايات المتحدة. فجو بايدن آخر ما يريده تماما هو أن يكون هنالك توسعا للحرب
في المنطقة بشكل عام، لأن هذا الأمر سيؤثر عليه أمام دونالد ترامب القادم بقوة لمواجهته في 5 نوفمبر القادم. دونالد ترامب يستغل مسألة بأنه يريد أن ينهي الحروب والتركيز على الداخل، وطبعا جو بايدن لا يريد لهذه القصة أن تستمر بالتصاعد. إذا ما بدأت جماعة الحوثي بالتصعيد بشكل أكبر أو حزب الله اللبناني يبدأ حرب أو إسرائيل تبدأ حرب على سبيل المثال مع حزب الله، وبالتالي نصبح أمام حرب إقليمية خطيرة، وخاصة أن الأمور بدأت الآن تتصاعد فجأة أيضا من قبل روسيا باتجاه أوكرانيا بعد فوز فلاديمير بوتين بفوز ساحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. كما تلاحظون الرجل ظهر بكلمة واضحة وقال بأننا نريد أن نخلق وأن نصنع منطقة آمنة بفر زون داخل أوكرانيا، وهذا يوضح بأن لا زالت لديه الرغبة في تحقيق المزيد من التقدم في الداخل الأوكراني. وبالتالي جو بايدن يرى اشتعالا للأمور على ما يأتي من روسيا تجاه أوكرانيا، وعلى هذا الأساس يريد إبقاء الإيقاع منضبطا في الشرق الأوسط. هذه الأمور وهذا التصعيد لا يعتبر عاديا أبدا، يعتبر فيه الكثير من الضغط، والأسئلة هنا تطرح بشكل مكثف، إلى متى وكيف من الممكن أن تتصاعد هذه الأمور إن استمرت واستمر قطاع غزة من دون أي هدنة متحققة في الأيام القليلة القادمة.